انا السيد خدمت معاه مده 5 سنوات، ودابا ملي بغى يخرجني جاب مشى وجاب لي الدرك، عاودت لهم كلشي، قالوا لي ودي مالك مع هذا السيد. قلت لي عاودت لهم كلشي، قلت لهم انا خدام مع هذا السيد مده، وملي عيطوا لي المحضر بن عمر المحضر صافي، من تم رجعت بحالي وعاود دني بالقاتل، دني بالقاتل قال لي، ودرت الشكي عند وكيل العام في مراكش، وملي جيت لمراكش قالوا لي الشكي راه مشات لي من تانوت، وملي مشيت لي من تانوت وصلت سولت على الشكايه فعلا لقيتها وصلت لي من تانوت، قالت لي الوكيله هاد الشكي راه ما غاديش تخرج مده 10 ايام. قلت لي اودي انا السيد راه باغي يقتلني، انا غادي نتسنى 10 ايام. قالت لي غادي نكتبها لك وما تحلهاش ووصلها للدارك. وانا ملي وصلتها للدارك وصافي كي مره كيعيطوا لي كيقولوا لي غدا جي تصنت الشكايه ديالك، انا غير نمشي عاود يرجعوني مده 5 ايام. انا مشيت عند السيد الوكيل في الشيشوه ديالهم عاودت ليه كل شيء، عيط عليهم قال لهم غادي يجي هذا السيد حلوا الشكايه وتصنتوا لي. ملي مشيت عند القيد ديال الدرك في المركز، قال لي علاش مشيتي عند الوكيل، واش الشكايه ديالك ما كايناش هنايا؟ قلت لهم ودي الشكايه كاينه الفوق. ومشيت لفوق، مشيت مع واحد منهم من المركز، مشينا لابيجيك الفوق. وملي وصلت جبنا الشكايه من عنده واستمعوا ليا، عاد حلوا الشكايه ديالي استمعوا ليا. ملي عيطوا لنا المحضر قالوا لينا عندكم تقديم، هاد جوج متهمين، انا شاكي بثلاثه ديال الناس، شاكي بثلاثه ديال الناس، وملي تقدموا بجوج فيهم. انا باقي عايش عنده في الضيان لحد الان، ساكن بوليداتي تم، وانا باقي ساكن ما عندي فين نمشي. انا جابني من البعد من صفرو، مشيت من 100 كيلومتر، انا ما عندي باش نمشي، هو كلا ليا فلوسي ونصب عليا، جابني هو ولد البلاد قال لي غتمشي تخدم معايا صافي. وجيت عنده وقال لي انت بحال ولدي غادي نعود نخبي لك في الفلوس، يلا عطاني 3 ملايين والباقي ما قال لي ما كتسالش. انا كنسقي كنحرط جميع الانواع ديال اشغال الفلاحه، كنسقي كنحرط، المهم كعساس وصافي، اللي جا كنحل ليه الباب كلشي.